نفذت مجموعة من أمهات المخفيين قسرا في السجون والمعتقلات التابعة لقوات الحزام الأمني وقفة احتجاجية أمام منزل وزير الداخلية، وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير ذويهم وإحالتهم للمحاكمة. ورفع المحتجون صورا لذويهم المخفيين قسرا ولافتات كتبت عليها عبارات تجدد مطالبة التحالف العربي وبمقدمته دولة الإمارات كونها المسؤول الأول عن السجون السرية في عدن، وذلك بتقديم المعتقلين للمحاكمة بعد توجيه التهم إليهم أو إطلاق سراحهم إذ لم يثبت عليهم شيء. معنا أدهم فهد مراسلنا في عدن. أدهم، أطلعنا عن تفاصيل الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها رابطة الأمهات. ألو؟ نعم. نعم، نفذت أمهات المخفيين قسرا صباح اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام منزل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميتري. هذه الوقفة تعد الأولى من نوعها منذ تولي الوزير الجديد لمهامه. مطالب الوقفة تمثلت في الكشف عن مصير المخفيين قسرا وأيضا إحالة المعتقلين تعسفا إلى المحاكمة والتحقيق معهم بدلا من وضعهم في السجون دون أي تحقيقات. نعم. نعم، عقب هذه الوقفة التقى وزير الداخلية بمندوبين عن أهالي المخفيين قسرا. إلى الآن لم نصل إلى نتائج ذلك اللقاء، لكن في الساعات القادمة سنتمكن من معرفة التفاصيل. يرى البعض بأن بادرة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية تعتبر بادرة جيدة باستقباله أمهات المخفيين قسرا والمعتقلين. إذا ما هو التجاوب؟ نعم، الأولى من نوعها. نعم، من شأن هذه الخطوة تدل على أن وزير الداخلية الجديد سيعمل جاهدا على حلحلة هذا الملف. هل هناك على حلحلة هذا الملف والذي بات معلقا منذ قرابة العامين؟ هل هناك وعود من قبل نائب رئيس الوزراء؟ إلى الآن لم نستطع معرفة تفاصيل اللقاء الذي جمع وزير الداخلية بأهل المخفيين. نعم، لكن خلال الساعات القادمة ممكن تعمل. شكرا لك مراسلنا من عدن أدهم فهد.